كان عنه كلمتين عمل فيديو 12 دقيقة قلة عقل وقلة محتوى. الحقيقة فيش فيك حريق لأنك أصلاً أبو الرب من جول شيك. لو فيش دراما في عالمي فيش محتوى عند الآدمي. جاي يعلق على الكرش وهي محبوبة أكثر منه وكنتش ناوي إنه رب الستين قالوا لي أرنه منه إنه يستوعب واللي زيه يتعلم منه منه إنه يفهم بيجي فيه منكسر سنه. listen boy اللي بس أنت missing boy listen boy الراب ما في rhythm boy نينا boy عندها أكثر منك boy يلا باي. بمزح مش يا هسه باي محروم من الريذم انت تلوث للإذن. هادو في رابر كاتب لك كيف بدونه شو الليفل شاطر يعلق على نينا والأعراس في محتواها. طب ناسي يا جعبري هاي الفكرة مين سواها؟ ليش متناقض في حالك؟ كله للفيوز تعمل دسعة بين اتمالك مضمون اني افوز. بس فاجأتك هلكتك رتب كريمات فرتكتك مش متكتك بالمرة مش متكتك. عامل دسعة بنتين شوف وحدة شو عملت فيك دامهم مسكول مسكين. شوف هسه كيف حنيني لو برجع في زمن سنين برجع بعيد التقييم بحكي لك يا جعبري ما بتقدري. عامل دسعة بنتين شوف وحدة شو عملت فيك دامهم مسكول مسكين. شوف هسه كيف حنيني لو برجع في زمن سنين برجع بعيد التقييم بحكي لك يا جعبري ما بتقدري. بإمكاني أكمل الفرس الثاني بس حرام بكفيك أعطيتك من وقتي زيادة. يلا يلا رح لعب مع اللي قدك. لأنك أصلا أبو الرب مش كل شيء. أبو الرب نيالك حكيت اسمك بالفيديو كليب تبعي. تخربطت سوري. أوكي هي هون رح تكون تحكي بتغني سبايدر مان هيك عملي لك شوية حركات فيه. سبايدر مان سوبر مان لا أنا ولا أنت. بحكي لي عبود جعبري يخرب بيتك يوم خطبتي رح تنزلي اغنيتك يلا منيح بشغلها بالحفلة. عبو جعبري الف 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 مبروك يا رب ان شاء الله الاغنية حلت لك يوم خطبتك. خلص تصوير يلا باي. بمكاني اكمل الفرس الثاني بس حرام بكفيك اعطيتك من وقتي زيادة. يلا يلا رح لعب مع اللي قدك. قطعته تقطيع عبو جعبري يلا اللي بعده كان كثير سهل.